السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايكم في فيديو كيفية تصميم البروفايل حقك في وايلد دريفت. اللينك حيكون موجود في الديسكريبشن. من يوم ما تضغط على اللينك هذا حيفك لك الصفحة هذه. تأكد انه انت مسوي ساين ان بحسابك حق وايلد دريفت على اساس في طريقة انه تشير المعلومات حقتك في المعرض، حنتكلم عنها بعدين، حوريكم اياها بعد شوية. بعد ما تسجل الدخول حقك تجي على تصميم البروفايل. اول ما تفتح تضغط على تصميم البروفايل حتجيك الصفحة هذه. الصفحة هذه اول شيء تبغى تسويه تبغى تدخل فيه اللي هو هويتك او اليوزر نيم حقك او اليوزر اي دي حقك او الاي دي حقك، ايش ما تسميه انت. الاي دي حقك تاخده من البروفايل حقك في لعبة وايلد دريفت، حتلاقيه دائما اسم بعدين هاشتاج رقم او سيرفر او حاجة بعد الهاشتاج، ضروري دخلها زي ما هي موجودة هناك على اساس اللاعبين لما يضيفوك يضيفوك بنفس الاسم هذا. بالنسبة لي هاي ثورند هاشتاج اي ويست، بما انه انا اكاونتي في السيرفر اللي هو الاي ويست. بعد كده اكتب نبدة صغيرة عنك. النبدة هذه تدي فكرة، تكون مكتوبة في الكرت وتدي فكرة للناس عنك، او تبغى تكتب اي حاجة كده فانتي زي ما انا كاتب افضل اي دي سي في الشرق الاوسط طبعا من دون منازع. بعد كده ايش الصورة اللي تبغاها تطلع في البروفايل حقك. بما اني انا اي دي سي ابا اختار، يعني عندك خيارات كلها، تبغى تسوي فلتر بساحر بقاتل بطل ثقيل بقناص بدعم بمقاتل. انا بما اني العب اي دي سي قناص اخترت قناص. في مجموعة هذه مجموعة الحسابات او مجموعة الشامبيونات اللي حاليا موجودين في وايلد دريفت. انا اكثر اثنين شامبيونز كنت العبهم اش وازريل، وانا افضل انه يكون ازريل هو اللي ظاهر عندي في البروفايل حقي، فاخترت ازريل. بعد كذا اختار المسار اللي انا العب فيه. في عندك المسار الاوسط، مسار البارون اللي هو توب، مسار التنين اللي هو او الثنائي اللي هو البوت، او الادغال الجنجل. انا طبعا العب في المسار الثنائي. ايش النمط اللي دائما احب العبه ضد الحاسوب، نورمال ولا مصنف؟ لا احب العب مصنف. ايش تصنيفي الحالي؟ انا بما اني ذهبي حاليا ذهبي. ايش الوقت اللي يناسبني احب العب فيه؟ طبعا اذا في وقت محدد تلعب فيه في الاسبوع تختار الوقت على اساس الناس تعرف انت في اي وقت تلعب. اذا انت والله مفتوح اللعب عندك مفتوح، اذا انت لسه ما حددت عادي حطها لمحدد وممكن ترجع في اي وقت بعدين تعدل البروفايل هذا. بعد كده ايش طريقة التواصل اللي انت تحب او تحبها او تفضلها. انا من الناس اللي ما احب المحادثات الصوتية عامة في الجوال، افضل المحادثات النصية، وبما اني احب اللون الازرق ابغى الخلفية حقتي تكون في اللون الازرق. بعد كده نوافق على الشروط ونسوي ارسال. بعد ما نسوي نوافق على الشروط ونسوي ارسال هيطلع البروفايل حقي. فالبروفايل حقي اولا يعني هذا بالنسبة لي اذا بحفظ الصورة عندي في الجهاز فاقوم احفظها، ممكن بعدين ارفعها على اي احد من السوشيال ميديا. وفي نفس الوقت عندك الشير بوتنشل هذا موجود، تبغى تنشرها في معرض البروفايل، معرض البروفايل اوريكم اياه بعد شوية، او تشاركها في تويتر، تشاركها في فيسبوك على اساس والله اصحابك اللي قريبين منك يعرف انك بتلعب اللعبة ويعرفوا كيف يسووا لك اعد على طول. فانا ابغى انشرها في معرض البروفايل، ومن يوم ما انشرها في معرض البروفايل هتلاقيني يعني هتلاقي كل الناس اللي ناشرين في المعرض هذا اوريدي موجود. معرض البروفايل موجود في نفس الصفحه اللي دخلنا عليها في البدايه. وبما انك داخل بالاكونت حقك، هنا الفكره انه انت تدخل بالاكونت حقك هتلاقي كل البروفايلات اللي معروضه هنا موجوده، فممكن تشوف الشباب اللي موجودين هنا كل واحد عنده البروفايل حقه، كل واحد عنده الكارت حقه، وضيفهم من هنا على طول. وبكذا عرفنا كيف طريقه نضيف البروفايل حقنا وشكرا.